جعل حبيبنا وشيخنا الأستاذ إبراهيم بن يحيى عسيري، وهو المشرف العام على مجمع القراء التعليمي بالرياض. بداية نرحب فيك شيخنا. الله يحييك. وابتسامة كذلك جميلة. الله يحييك. نبغى كل يوم يبتسم ينصر دينك يا شيخ. كذا أهل القرآن يا إبراهيم. أيه بدون ما تطلب منهم. هذا اللي يميزهم الابتسامة. منشرحين. أي والله. نبذه عن هذه الحلقات المباركة شيخنا. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. بداية نشكر لكم أيها الأحبة إتاحة الفرصة لنا في الظهر في هذه القناة المباركة لعرض شيء من مناشط هذا المجمع المبارك. والله نحن اللي نتشرف. الله يسعد الأجواء. أي والله. واستاذنا ايضا من شيخنا ان نتقدم في الكلام بين يديه الشيخ ابراهيم الهدلق، اللي ما عهدناه يعني منذ التحاقنا بجمعيه مكنون من ايام المرحله الابتدائيه قبل حوالي اكثر من 15 سنه، الا وهو خادم لهذا القران بدءا من مركز الغرب وانتهاء حتى كونه المدير التنفيذي لهذه الجمعيه المباركه. ما شاء الله ما شاء الله. مجمع القراء من المجمعات التابعه لجمعيه مكنون، بدا في عام 1432 للهجره في جامع واحد وهو جامع غزو المطيري بحي العريج الغربي. وكان الإخوة في بداية العمل في هذا المجمع كانوا حريصين على أن تكون البداية بداية مجودة، وحقق خلال تلك الفترة ولله الحمد مجموعة من الإنجازات، كان أهمها حصوله على المركز الأول في مسابقة معايير التميز للدورات الصيفية المكثفة في عام 1434 على مستوى مدينة الرياض. تتابعت ولله الحمد الإنجازات على هذا المجمع. في عام 1435 ارتأى الإخوة في المجمع أن يتوسع العمل في هذا المجمع، فأصبح يضم تحت إشرافه 6 جوامع يلتحق في هذه الجوامع أكثر من 575 طالب ولله الحمد منه. هؤلاء الطلاب ينتظمون في أكثر من 43 حلقة، يدرسهم أكثر من 43 معلم، يشرف على العمليات الإدارية والتربوية والتعليمية تقريبا 26 مشرف في هذا المجمع ولله الحمد والمنة. ما شاء الله. المجمع ولله الحمد يقوم بمجموعة من المناشط والبرامج المتميزة. من أهم البرامج التي يقدمها المجمع برنامج ختمتي، وهذا البرنامج هو يستهدف الطلاب الخاتمين لكتاب الله سبحانه وتعالى، يوفر لهم يعني برامج دورية تناسب أوقاتهم وانشغالاتهم، ييسر له أنه يتعاهد حفظه كامل ويراجع المحفوظ كاملا خلال فترة معينة ما تتجاوز 20 يوم. والبرنامج ولله الحمد مقام الآن في هذا الشهر الكريم، التحق فيه 29 طالب، في عدد من الطلاب راجع القرآن كاملا في 5 أيام وبعضهم خلال 10 أيام. من البرامج أيضا اللي تقدمه المجمع برنامج الدورات الصيفية المكثفة، وكانت الهدف من هذه البرامج حتى أن الطالب يتعاهد القرآن طيلة أيام السنة. فكانت تواجهنا مشكلة أن الطالب يحفظ القدر المحدد له خلال الفصلين الدراسيين، ثم من فترة الإجازة ينسى ما حفظه كاملا، فكانت الدورات هذه تعينه على مراجعة ما حفظ، جميع ما حفظ ويزيد عليه حسب استطاعته. أقيمت ولله الحمد 5 دورات صيفية مكثفة خلال الفترة الماضية، والآن بإذن الله في شهر شوال في يوم 8 شوال بإذن الله تعالى تنطلق الدورة المكثفة 6 في جامع غزو المطيري بحول الله تعالى. ما شاء الله. بس